I mean, I saw some people posting about Me Too on social media and giving their stories, but I don't think it really had the same impact as it did in the United States. وانا مثلا كما قلت لك تعرضت للعنف مش مرات في حياتي وفما انواع متاع عنف تعرض له وديما كي نبدا موجوده على الركح يعني ديما نحاول نمسها الحكايه هذيك. لازم العنف يتنحى، لازم يعرفوا انه المراه ماهيش تاع عنف، المراه عمرها ما كانت العنف، لازمها تكون هي ام وزوجه وحبيبه. بين 20 و 30 سنة التالي وبين توا يعني أحسن بلاد في العالم العربي تونس. الرجال لي جون يحبوا تلقاه بنته روحه وحياته أنت قبل ويكذب اللي يقول المرأة ماهيش حرة في تونس. لا مش كي هولندا سامون كامبو فما شوية هكا مازلنا خاطر الإسلام خاطر يلزمك عندك حقوق يفو با ديباسي أون ديباس با لي ليميت عندنا دي ليميت. Not going to happen overnight. You know, so many articles, analyses, etc., seem to think of Tunisia as overnight it's going to become a democracy. Like, why isn't this? I mean, this is we're playing the game long term. We're in it to win, and it's exciting. And I'm positive and I'm optimistic about it.